السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. من خلال هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق لحصة النشيد. هذا النشيد يندرج ضمن الوحدة الخامسة، وحدة عالم الحيوان، من كتاب مرشدي في اللغة العربية. نبدأ بقراءة النشيد بداية. الحمامة والنملة. وردت غديرا يعبو إحدى الحمائم تشرب، فرأت هناك نملة وقعت به تتقلب، فرمت إليها قشة طلعت عليها تدأب، وإذا بصياد أتى صيد الحمامة يطلب، ولم يدر أن النملة السوداء كانت ترقب، فأتت وعضت رجله تلهيه عما يرغب، فغذا يفتش ما به وإذا الحمامة تهرب. أعيد القراءة. الحمامة والنملة. وردت غديرا يعذب إحدى الحمائم تشرب، فرأت هناك نملة وقعت به تتقلب، فرمت إليها قشة طلعت عليها تدأب، وإذا بصياد أتى صيد الحمامة يطلب، لم يدر أن النملة السوداء كانت ترقب، فأتت وعضت رجله تلهيه عما يرغب، فغذا يفتش ما به وإذا الحمامة تهرب. سنقوم بإنجاز الأنشطة الموازية لهذا النص. نص جميل جدا، أفهم. أصفوا ما في الرسم، لاحظوا معي في هذا الرسم. الرسم يظهر لنا حمامة تحمل قشة بمنقارها محاولة إنقاذ النملة التي تغرق بالماء. إذن حمامة تحمل قشة بمنقارها تحاول إنقاذ النملة التي تغرق في الماء. إذن الرسم يظهر لنا حمامة تحمل قشة بمنقارها محاولة إنقاذ النملة التي تغرق بالماء. السؤال الثاني. أتخيل وأحكي ما حدث بين الحمامة والنملة. إذن كل متعلم أو متعلمة يمكنهم أن يتخيلوا ما قد يحدث بين الحمامة والنملة، وأنا كتبت بضعة أسطر عما قد يحدث بين الحمامة والنملة. إذن في أحد الأيام كانت نملة تتمشى قرب ضفة النار، فجأة فقدت توازنها وسقطت، فبدأت بالصراخ وطلب المساعدة. شاهدتها حمامة كانت تقف على غصن شجرة، فهبت لمساعدتها ومدها بقشة لتتعلق بها وتنقذ نفسها من الغرق في ماء النار. تمسكت النملة بالقشة حتى وصلت إلى ضفة النهر بأمان، وشاكرت النملة الحمامة على مساعدتها قائلة: سأظل شاكرة لك على إنقاذك حياتي. سأعيد قراءة هذا التخيل. في أحد الأيام كانت نملة، سأحاول التوضيح. في أحد الأيام كانت نملة تتمشى قرب ضفة النار، فجأة فقدت توازنها وسقطت، فبدأت بالصراخ وطلب المساعدة. شاهدتها حمامة كانت تقف على غصن شجرة، فهبت لمساعدتها ومدها بقشة لتتعلق بها وتنقذ نفسها من الغرق في ماء النار. تمسكت النملة بالقشة حتى وصلت إلى ضفة النهر
بأمان، وشكرت النملة الحمامة على مساعدتها قائلة: سأظل شاكرة لك على إنقاذك حياتي. السؤال رقم 3، أكمل العنوان بما يناسب: الحمامة والنملة والصياد. إذن الحمامة والنملة والصياد. أرتب أحداث الحكاية بوضع الأرقام من 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذن سوف نقوم بترتيب أحداث هذه الحكاية بوضع هذه الأرقام من 1 إلى 6. إذن الحدث الأول المذكور في النص هو الحمامة تشرب من الغدير، إذن هو الحدث الأول، سأكتب 1. الحدث الثاني، رأت الحمامة نملة تغرق في الغدير. الحدث الثالث، أنقذت الحمامة النملة. إذن هو الحدث الثالث. الحدث الرابع هو أراد صياد اصطياد الحمامة. أراد صياد اصطياد الحمامة، سأكتب 4. الحدث الخامس، عضت النملة رجل الصياد. أما بالنسبة للحدث الأخير هو نجات الحمامة من الصياد. إذن الحمامة تشرب من الغدير هو الحدث الأول، سأكتب 1. رأت الحمامة نملة تغرق في الغدير هو الحدث رقم 2. الحدث رقم 3، أنقذت الحمامة النملة. الحدث رقم 4، أراد صياد اصطياد الحمامة. الحدث الخامس هو عضت النملة رجل الصياد. والحدث السادس والأخير، نجت الحمامة من الصياد. أتذوق، ألون باللون نفسه خانة الكلمات التي تتشابه مقاطعها الأخيرة. إذن ألون باللون نفسه خانة الكلمات التي تتشابه مقاطعها الأخيرة. لاحظوا معي، كلمة يعذب مقطع الأخير يشبه مقطع كلمة تشرب عفوا، ومقطع كلمة تشرب يشبه المقطع الأخير لكلمة تدأب، وأيضا كلمة يطلب. إذن سنقوم بتلوين كلمة يعذب، تشرب، تدأب ويطلب بلون واحد لأن مقاطع الأخيرة تتشابه. تدأب تشرب ويعذب. الكلمتين المتبقيتين تتشابهان في مقطعهما الأخير، كلمة وردت وكلمة وقعت. إذن سنلونهما بلون واحد أيضا. وردت وكلمة وقعت. أقرأ
بصوت جميل ومعبر ما أعجبني في النص بصراحة. كل أبيات النص جميلة، قصة معبرة وجميلة لحمامة ونملة، تعبر عن المساعدة ورد الجميل. إذا سأعيد قراءة النص الشعري والنشيد قراءة أخيرة. الحمامة والنملة: وردت غديرا يعذب إحدى الحمائم تشرب، فرأت هناك نملة وقعت به تتقلب، فرمت إليها قشة طلعت عليها تدأب، وإذا بصياد أتى صيد الحمامة يطلب، ولم يدري أن النملة السوداء كانت ترقب، فأتت وعضت رجله تلهيه عما يرغب، فغذا يفتش ما به وإذا الحمامة تهرب. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. مع السلامة.